دمج الامور ستهامي التجمع تجمع ديال الجبهه عاسمحي فهاد الصياغه غتفوتني والحزب العمالي سي تهامي الخياري قال لك سي مصطفى قبل على انه دير نقداتي باسم الجبهه او باسم الاحزاب. انا ما غنتفق معك على هاد جوج تاع المفردات ما غنقولهمش انشقاق واندماج. انتم مجموعه لنفرض جدلا انها مجموعه صغيره اختلفت مع الرفاق في حزب التقدم والاشتراكيه اسست الجبهه. اغلب المؤسسين ديال الجبهه عادوا الى حزبهم الام غفور رحيم وقعد تهامي الخياري في الجبهه. علاش اللي ما تكونش هذه الجراه ديال الدار نقداتي؟ انا غنتحالف مع رفاق. اولا خرجت من عندهم المجموعه الكبيره اللي خرجت معايا رجعت لعندهم اسماء بارزه مشارك رحوا الحيل احجام صديقي هذو اسماء كانت وازنه في البي بي اس وكانت وازنه ايضا في تاسيس الجبهه. راه ما عندكمش شخصيه كاريزميه داخل الجبهه راه كاين عاد تهامي الخياري راه الاخوان كلهم الاخرين جدود. دابا قررت علاش ما يكونش هاد الجراه ديال يكون نقداتي والالتحاق بالرفاق في البي بي اس وكفى الله المؤمنين شر القتال ما كاين لا انديما لا اندماج لا ميزان. هذا تصور سطحي. تصور سطحي كنقولها تصور سطحي. لا ما كاينش النعوت. تصور سطحي للعمل السياسي ماشي في التعهد الدستوري. لا الاخوان لا ماشي في التعهد الدستوري. الاخوان هذا واش الاخوان الاستاذ لا تكون ضيف. لا ارجوك تطور لا خصو مش كتا استاذ. هذا تصور سطحي للعمل السياسي. انا ديالك لا الى غادي استاذ تامي الى تفضلوا استاذ جلسوا. لا الى غادي نواصلوا احنا راه حنا في نقاش سياسي يا استاذ. ما حنا شايف ميتينغ ديال تجمع حزبي الله يكثر خيرك. ولكن لا ارجوك استاذ هذا صحفي تيسال صحفي مهني فين هو المشكل؟ لا الله يكثر خيرك. لا ارجوك. سيدي. ارجوك. تجمع انتخابي هذا. والله رد عليكم واه. ارجوك. تجمع انتخابي. راه الضيف كيجاوب. ارجوك. صافي لا خلاص مسكين. وما غتوريوناش استاذ الضوابط الله يكثر خيرك. ارجوك. الضوابط تنعرفوها احنا اكثر منك. غنستمروا استاذ تامي؟ انا كيظهر لي ان نستمروا وكيظهر لي نرفعوا شويه من المستوى ديال النقاش. المستوى مرتفع استاذ كل ما مرتفع شيء ما غيتكلموش هاد الاخوان. نعم. تامي واحد لا مرتفع الحوار. واحد السؤال في حوار ديالك الا سمحتي في حوار ديالك كتقول بان تحالف جبهه القوى الديمقراطيه والتقدم الاشتراكي والحزب العمالي هو مشروع موجه بالاساس الى محاربه القوى المحافظه داخل البلاد. ثم كاين عندك فكره اخرى كتقول بان هذا المشروع هو مشروع حداثي.